بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 19. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا في الكلام على آيات على آخر آيات المواريث، قد انتهينا إلى قوله: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. تعدى حدوده أي حدود المواريث بأن يزيد فيها أو ينقص، لأن الله حددها سبحانه وتعالى وقدرها، فلا يجوز التلاعب في هذه المواريث بزيادة أو نقصان، إلا ما زاده الله عز وجل مثل الإرث بالفرض والتعصيب لمن يستحق ذلك، ومثل الرد، هذه زيادة شرعية. أما أن الإنسان يزيد فيها وينقص من عنده فهذا تغيير لحدود الله وتعد لحدود الله. ولهذا قال: يدخله نارا، جزاؤه أن الله يدخله نارا، نارا مهولة. ولهذا نكرها، والتنكير يقتضي التعظيم، وأنها نار عظيمة، نسأل الله العافية. ادخله نارا خالدا فيها، ليس المسألة أنه يمر على هذه النار أو يقيم فيها يسيرا ثم، بل قال خالدا فيها يعني باقيا فيها. والخلود على نوعين: خلود مؤقت مثل خلود عصاة الموحدين، وخلود مؤبد والعياذ بالله وهو خلود الكفار والمنافقين. والمراد في هذا الخلود المذكور هنا الخلود الأول، وهو الخلود المؤقت، لأن من ارتكب معصية من المعاصي، فإن كانت هذه المعصية معصية الشرك والكفر فإن خلوده مؤبد، وإن كانت هذه المعصية معصية ما دون الكفر ودون الشرك فإن خلوده يكون مؤقتا بمقدار ما يعذبه الله في النار ثم يخرجه منها. ثم قال جل وعلا: وله عذاب مهين، زيادة وعيد أيضا، له في هذه النار عذاب يقاسيه ويذوقه، وهو مهين له من الإهانة، وهي ضد الكرامة، فهو مهان والعياذ بالله، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى: ويخلد فيه مهانا. فيجتمع عليه عذاب النفس وهي الإهانة، وعذاب البدن والعياذ بالله وهو حرارة النار وألم النار والعياذ بالله. والآن وقد خلصنا والحمد لله من تفسير هذه الآيات بما تيسر لنا، ننتقل إلى ما يستفاد منها من أحكام حسب ما نستطيع. فيؤخذ من هذه الآيات بيان ميراث الزوج من زوجته، وأن له حالتين: حالها الأولى أن لا يكون للزوجة ولد، لا منه ولا من غيره، ففي هذه الحالة يأخذ النصف. والحالة الثانية أن يكون لها ولد. الحالة الأولى أن لا يكون للزوجة ولد، لا منه ولا من غيره، فله النصف من ميراثها. والحالة الثانية أن يكون لها ولد، فإنه في هذه الحالة ينتقل من النصف إلى الربع، وهذا ما يسمى بحجب الحرمان. ويلاحظ أن الولد هنا مطلق، فيشمل الذكر والأنثى، ويشمل ولد الصلب وولد الولد مهما نزل، ويشمل الولد المتعدد والمفرد، ويشمل الولد
سواء كان منه أو من غير، سواء كان هذا الولد منه أو من غيره، بأن تكون تزوجت قبله ولها أولاد من زوج قبله، فإنهم يحجبونه من الربع، من النصف إلى الربع. ويؤخذ منها بيان ميراث الزوجة، ميراث الزوجة من زوجته، ميراث الزوجة من زوجها، وله مع ولها معه حالتان أيضا، فإن كان الزوج له ولد منها أو من غيرها فإنها تأخذ من ميراثه الثمن. وأما إن لم يكن للزوج ولد فإنها تأخذ الربع. وأن هذا الميراث في حالتيه الربع والثمن لا يزيد بزيادة الزوجات، بل إن زدنا عن واحدة إلى أربع فإنهن يشتركن في الربع أو في الثمن. ويؤخذ من هذه الآيات أيضا أن الدين والوصية مقدمان على الميراث، لأن الله جل وعلا في كل مفردة من مفردات المواريث يقول: من بعد وصية يوصي بها أو يوصى بها أو دين. فدل هذا وهذا التكرار والتأكيد على أهمية الدين، وأنه لا بد أن يخرج من رأس التركة، سواء كان دينا لله جل وعلا كالحج والعمرة والنذر والكفارات فإنها تخرج من رأس التركة، أو كان الدين للآدميين سواء كان هذا الدين سواء كان هذا الدين متقدما أو متأخرا، إلا إذا كان هذا الدين أقر به في حالة الموت أو في مرض الموت فإنه لا ينفذ لأنه متهم فيه، وإنما المراد الدين الثابت عليه وهو في حال صحته، وهو من ديون الآدميين، سواء كان به رهن أو لم يكن به رهن فإنه يسدد. وجاءت السنة وإجماع أهل العلم على أن الدين يقدم على الوصية في التنفيذ، وإن كانت الوصية مقدمة على الدين في الذكر. والحكمة في ذلك والله أعلم أن الله قدم الوصية في الذكر مع أنها تتأخر في التنفيذ، لأن الوصية جانبها ضعيف وقد يتساهل بها الورثة، خلاف الدين فإن جانبه قوي وله من يطالب به، فلهذا قدم الوصية على الدين للاهتمام بها. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.